فبعد مشاكل لجنه المناقشه بتاعه الماجستير طلب مني طلب معين فانا رفضت اعمله لانه كان طلب ضد احد زملائي وانا ما تخيلتش نفسي يا كابتن مصطفى اعمل حاجه ضد زميل هيعاشرني العمر كله فرفضت. فقال لي هنغير تشكيل اللجنه. حط لي مين في اللجنه؟ رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور الوزير احمد حسن الزيات. ده اللي كان وزير خارجيه مصر. ايوه. وكان ممثل مصر في الامم المتحده. مظبوط. بيته كان في الزمالك جنب بيت عبد الحليم حافظ. قدام جنينه الاسماء. بالظبط. فرحت له دخلت بقى كابتن مصطفى انت عارف بقى كان هو الله يرحمه لا لا كان باشا باشا كلمني من هنا من مناخيره قال لي حط الرساله دي هنا حطت قال لي ما تسالنيش حاجه ناقش امتى قلت له خلاص فندم انا مرعوب اساسا يعني من الهيئه عارف بقى الرد شامبر والمش عارف ايه وبتاع طبعا المهم يا سيدي بعد 3 أسابيع كلمني قال لي انا في دمياط وممكن اجي اناقش بعد يومين قلت له ماشي يا فندم قال لي بس بشرط لا تكلمني ولا انت اللي تجيلي قلت له حاضر يا فندم امال مين اللي هيروح رحت للزميله ليا الله يديها الصحه استاذه من اساتذتنا الكبار دكتور راجي انديل طبعا زوجة نبيل العربي اللي كان النائب الاول للمخابرات اللي هو اخو المستشار رجاء العربي اللي كان نائب العام نعم قلت لها راجي الدكتور زياد طلب مني كذا قالت لي انا اروح اجيبه لك يا ثاني فراحت له دمياط جابته جايه كنا احنا ساعتها كابتن مصطفى بيسمونا دفعه المهاجرين ما كانش لنا مبنى احنا كنا في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ايوه ايوه وهي داخله بقول لها دكتور راجيه ما قالكيش حاجات لي ولا فتح بقه طلع على المنصه رحمه الله عليها والدتي قاعده جنبي ورايا كده انت بقى ايه كان متوصى عليك ضدك مش بص هو شوف هو ولا صعبها عليك انا لسه هقول لك بقى هتعرفها دلوقتي هو صعبها عليا ليه احمد حسن الزياتي كابتن مصطفى منتمي للمدرسه الفرنسيه المدرسه الفرنسيه في مناقشه رسائل الدكتوراه والماجستير ممكن على المنصه ترفض الرساله yeah. انما المدرسه الامريكانيه والانجليزي يختلفوا على التقدير يعني هتمنح الدرجه بس هل تبقى جيد ولا جيد جدا ولا امتياز ولا ايه انما المدرسه الفرنساوي على المنصه يقول لك مرفوضه يعني يقفل عليك ده صاحبنا ده عقد لك الدنيا فالدكتور الزيات بص لي كده قال لي انت قاعد تحت ليه فقلت يا فندم ما هو دي يعني بروتوكوليه قال لي لا انت مكانك جنبنا خير يا فندم قال لي انت مش باحث انت جراح عايز اعرف انت ازاي شرحت الاعلام المحلي وانا اللي كنت ماسك عمل استعلامات معرفش تفاصيلها زيك انت نزلت بقى لل قال لي جبت ده مين قلت له فندم من البدروم قال لي انت نزلت البدروم وجبت الوثائق القديمه قلت له اي يا فندم خلصت المناقشه وهم خارجين منحت الامتياز مع مرتبه شرف ده على حاجه على الماجستير فقال لي دلوقتي تقدر توصلني ما خاف عشان لما يشوفوك معاه في الاول يقول لك ده جامله ده مش عارف ايه وصلته قال لي ممكن كل اسبوع تيجي تقعد معايا شويه يا سلام بصيت لامي كده قلت لها لا دي مش دعوتك استجيب دي طلعت للسماوات السبع الله يرحمه عايز اقول لك لكن انا برجع لمين؟ لعبد المعز عبد الرحمن اللي علمك من اللي عودني مفردات علمني البحث الميداني عشان كده بقول لك ان كان في نقطه قوه والله يا كابتن مصطفى مش ليست من صنعنا ولكن من صنع من علمونا نعم الله يرحمهم ويحسن اليهم الله يرحمهم طيب هي بعض الناس هتقول لي ايه انت استضفت الدكتور سامي كقيمه وقامه كبيره قوي انت علاقتك ايه بالنادي الاهلي يعني ازاي النادي الاهلي اثر فيك بص يا كابتن مصطفى هرجع للجمله اللي قلت لك عليها قلت لك ال 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 الاداء الجميل طول عمره بيشد عينينا وودنا نعم تفتكر لو انا قاعد قدام التلفزيون وبتفرج على الفناجيلي وعلى طه اسماعيل ثم بتفرج بعد كده على حتى عشان بس برضه ما بقاش قصه التحيز الاهلي وابص على ميمي درويش اسماعيلي بص على علي ابو جريشه يا سلام لما ابص على عبده نصحي
والكره اللي كروي بقى قديم. انا ليه بقول الكلام ده دكتور سامي؟ لان انا لما شفتك قاعد معانا اتقابلنا وبيتفرج على الماتشات مع بعض، ميولك اهلاويه غير عاديه، انما لقيتك فاهم فنيا وفاهم في التغيير وفاهم في التشكيل وفاهم في كل حاجه، لدرجه ان مره الدكتور سامي واحنا قاعدين كده نتفرج مع زمايلنا في الزمالك هنا، بس مش هقول اسمك يا حسين بلاش. فلقيته بيقول لي النهارده النادي الاهلي مش هيعمل كذا. قلت له ليه يا دكتور سامي؟ انا كنت قاعد وعارف الكلام ده هيطلع منه لسبب واحد، لان التشكيل باين بتاع المباراه ان احنا مش هنعمل حاجه، وفعلا كلامه مظبوط. فقلت له يا دكتور سامي انت تطلع مدير فني ما تطلعش كمان دكتور في الاعلام. لا بص برضو المعايشه معاكم والمتابعه وحاجه ثانيه. هقول لك بقى بامانه، يعني انت بتحب الكره لفنها؟ لا طبعا. وانت بتديني اسامي دلوقتي عمالقه في كره القدم، فخلوك غصب عنك تبقى كابتن مصطفى. لما كان النور بيقطع عندنا سؤال، اسالك سؤال، هو الساعه 7:05 فاهم عمر اللي انت في جنبك خلتني قاعد عامل كده لما استضفته؟ ايه ده؟ ايه المزيكا اللي بيقول؟ يا سلام، ده الدوري العام كله في 5 دقايق يا كابتن موسى. وايه؟ تدفق في اللغه وينقلك يقول لك ايه؟ بص ايه؟ وقد عزف على الوتر كل من اللاعب الفلاني فسجل هدف، فاذا باللاعب بالحارس المرمى يستقبلها. ايه ده؟ ايه الخيال ده يا كابتن؟ ايه اللغه دي؟ فانا بقول لك حلقه فهمي عمر، اقسم بالله انا بطلب منك الاتي بعد اذنك، يعني بطلب من قناه الاهلي، ارجوك يا كابتن مصطفى خدوا حلقه فهمي عمر، نعم، واعملوا منها سلطات صغيره، نعم، 30 و45 ثانيه على فن التعليق، وانشروها كانها حمله اعلانيه في قناه النادي. ما هي دي انا والله العظيم ارجوك كلامك، انا هعمل كده ارجوك، لان انا لما قعدت اتفرجت مره واثنين وثلاثه انا مستضيف قامه كبيره جدا. ايه ده؟ في عالم الاعلام المصري وفي اللغه العربيه وفي في كل حاجه. هو انت ماشي في الشارع وكنت بتبقى مستني حفله ام كلثوم والخميس، جلال معوض اللي كان بيقدم الحفله كان بيخليك تتخيل المسرح ووقفه ام كلثوم وانت في الراديو يا سيدي، وانت في الراديو ما انتش في التلفزيون. نعم. فعايز نعم. تقول لي ايه؟ فعايز اقول لك غصب عننا كلنا كجيل بتاعنا حبنا للكوره بسبب فن الاداء، جمال الاداء. حاجه تانية بقى الروح. نعم الروح. فاكر ماتش الاهلي وكوتوكو بتاع 83 82 83 انا لغايه دلوقتي ما بشوفه بيجي لي نفس لكنك لسه بتتفرج عليه اول مره. نفس الانفعالات من الخوف على الاهلي وايه بقى ودعائي هو لما رحنا هناك. يا سلام. ممكن اقول للناس حاجه بس بعد اذنك؟ أو اتفضل. هذا الرجل الذي اجلس امامه اللي اسمه مصطفى عبده يحاسبني ربي على ما اقول، لم ارى في حياتي نقاء وحب الله يكرمك وصفاء روح زيك. ربنا يسعدك يا رجل يكرمك. احنا واحنا بنقعد نستفزك في وسط الشله بتاعه المشاهده ونجيب سيره اي حد من نجوم النادي الاهلي من اكبرهم لاصغرهم الا ونسمع منك كلمه ربنا رزقه وحب الناس طبعا له. ما هي دي. ولقيك بتتكلم عنه ثم بقى بخف الدم. لن انسى الحكايه دي، حد قال ده مره واحد افتكر الدكتور نبيل سلامه، نبيل سلامه بيقول مره واحنا قاعدين في المدرج قلنا طب مره مصطفى عبده رفعها للخطيب فجاب جول فالناس قالت بيبو، فنبيل سلامه قال طب قلنا قول بيدو يعني نجمع ما بين بيبو. ما تجيش التركيبه ما تجيش يعني كلمه بيبو ماشيه ماشيه بالظبط، بيدو ده مبيض حجري. فعايز اقول انتوا يعني عايز اقول ان الجيل بتاعكم سواء برضه عشان اكون امين اهلي او زمالك، هسألك سؤال، كل الإسماعيلي حسن شحاتة حسن يا سلام، إيه يا كابتن مصطفى؟ مرحوم طه بصري، طه بصري جعفر. إيه ده؟ كابتن علي أبو جريشة، ميمي الدارويش. لا كنا بنحب بالظبط، هم بالنسبة لنا كانوا عبد الحليم وأم كلثوم وفريد. أنت قلتها في الأول اللي هي كاف كورة كورة وكلثومية. أم كلثومية مش عايزة كلام. نعم ده كلام. وبعدين بقى كمان حط عليهم بقى بصراحة يعني كمان حرف تاني، حرف الميم. الميم الموهبة الموهبة طبعا. آه. ولكن كابتن مصطفى
الموهبه وحدها لا تكفي. بالظبط، ان كان في ناس موهوبين كتيره قوي جدا وافتروا على النعم اللي ربنا اداها. ايوه، او فرط في الموهبه. ما هو دكتور سامي ده الرزق اللي ربنا اداهولك. بالظبط. انا مره بقول لفضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، يعني من محبيه وكنت بروح له في السيده نفيسه وبتاع ده، فبقول له مولانا هو لعب الكوره حرام؟ فسكت شويه كده، وطبعا انا مش عاوز احكي قصه لان القصه طويله قوي. قال لي هو ربنا اخصك ليه بالكوره واداك اسم فيها؟ قلت له اذا عاوز تقول ده رزقي مثلا. قال لي بالظبط ده رزقك، طبعا حافظ عليه لان لو زال منك بعد كده هيجي لك بذل. شفت 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 التعبير عامل ازاي؟ هو مش في لعيبه لما بتستكبر على ناديها او على اللعبه. يا سلام يا سلام. بتضطر، اسف التعبير، بتحاول تلحس الارض عشان ترجع تاني، سواء الاهلي او الزمالك. انما طب ما هو كان في انت، ما انت كانت في ايدك. نعم. ما حافظتش على النعمه دي. طيب محبينا كتيرة قوي، ومعايا الدكتوره سرية البدوي عميده كليه الاعلام، فكل ما يعني بعتنا لها قلنا لها عاوزين احنا معانا الدكتور سامي مستضيفين النهارده، عاوزه تقولوا لي ايه؟ فهي بعت لك رساله هنسمع هتقول